اليوم يتم منح الدكتوراة الفخرية للسيد رئيس فخامة الرئيس الدولة الجزائرية السيد عبد المجيد تبون، والآن أدعو السيد الرئيس إلى المنصة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. حضرة المحترم البروفيسور محمد أك رئيس جامعة اسطنبول، السيدات والسادة الأساتذة وإطارات جامعة اسطنبول، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله تعالى في كتابه المنزل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم هو أساس البشرية، وأنا أفتخر جدا أني متواجد اليوم في ركن من أركان العالم للعلم وهي جامعة اسطنبول. يسعدني ويشرفني شرف الوقوف في رحاب جامعة اسطنبول العريقة، محربا من محاريب العلم، وقطبا حضاريا إنسانيا يؤمه طلاب العلوم والمعارف ليقفوا مثلما نقف معكم باعتزاز احتراما لهذه المنارة التي تشهد على عراقة الحضارة في جمهورية تركيا الشقيقة، وعلى إشعاعها الفكري والثقافي، وتوفيرا لما تزخر به من العلوم والمعارف. إنني وإذ قلدتموني شهادة الدكتورة الفخرية لجامعة اسطنبول لأتوشح جميلكم هذا بامتنان بالغ، ولأحمل في نفسي ما حييت تقديرا معلنا لهذا البلد العريق وأبنائه. فالشكر في حقكم والثناء على ما تفضلتم به واجب، ولأن رتبة العلم أعلى الرتب، فإني أحيي القائمين على عمادة وإدارة جامعة اسطنبول العريقة، وعلى رأسهم بروفيسور محمد أك، راجيا لهم موفور التوفيق في الاعتناء بهذه المعينة الحيوية وروادها، ليبقى معلقا عريقا شاهدا على أصالة الدولة التركية وعلى مواكبتها للحداثة التي تتجلى ما
تعرفه تركيا من تقدم ونماء بقيادة حكيمة لفخامة الرئيس أخي العزيز طيب رجب أردوغان طول الله في عمره. لما نتكلم على التعليم العالي فأسس الثورة الجزائرية والحركة الوطنية للتحرير من الاستعمار الفرنسي الغاشم كانت بدايته التعليم على يد شيخنا وإمامنا شيخ عبد الحميد بن بديس طيب الله ثراه، وكانت تلك هي بداية الحركة الوطنية لضفر الاستعمار خارج وطننا. بالطبع الجهل أداة من أدوات الاستعمار، فلقد تفنن الاستعمار الفرنسي في زرع الجهل في صفوف الجزائريين والجزائريات. ولما استرجعت الجزائر سيادتها واستقلالها كان آنذاك عدد الجزائريين الأميين الذين لا يحسنون لا الكتابة ولا القراءة كان عددهم 90% من المواطنين، وأخذت القيادة آنذاك من حرروا البلاد على أساس أن الحرية الحقيقية هي التعليم، وانطلقت الجزائر في برامج قوية جدا في إطار تعليم أبناء وبنات الجزائر. ومن الصفر بالتقريب أيام ما كنا احنا طلاب في 1965 كان عدد طلبة الجزائريين كلهم لا يتعدى 1800 طالب. اليوم نفتخر بأن عدد الطلاب الموجودين حاليا اليوم موجودين في الجامعات مختلف الجامعات عددهم يفوق 1,700,000 طالب. عدد المتخرجين طلبة المتخرجين من الجامعات الجزائرية اليوم هم ما يقارب 250,000 جامعي سنويا. عدد الجامعات بعد ما كانت ما يسمى بالجامعة آنذاك أيام الاستعمار لها 3 كليات أو 4 كليات فقط واحدة، اليوم نفتخر بأن لنا 100 جامعة ومركز جامعي عبر الوطن و 14 مدرسة عليا وطنية لمختلف الشعب، وبالأخص مدرستين أنشأناها السنة الماضية، المدرسة الوطنية العليا للرياضيات والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي. الحمد لله والشكر لله اليوم تواجدنا في جامعة عريقة مثل جامعة اسطنبول لنا ما نقدم، كذلك لنا ما نقدم بالتعاون بالتقارب بين الجامعات. مثل ما قلت وأكرر ما قلت أن أساس الحرية والتنمية وكل شيء والانعتاق من العبودية هو التعليم، ولا شيء آخر غير التعليم. هذا ما عرفته تركيا وهذا ما نعرفه احنا نحن اليوم. أتمنى إن شاء الله العلاقات بين جامعات الجزائر والجامعات التركية تتكثف. شخصيا كرئيس جمهورية أخذت قرار وبلغناه السيد وزير التعليم العالي والسادة عمداء الجامعات أن الجامعة اليوم في الجزائر مستقلة تختار توأمة لتساعدها، من يريد جامعة التي تريد توأمة مع اسطنبول فلها ذلك، ومن تريد التوأمة مع القاهرة فلها ذلك، ومن تريد التوأمة مع لاسوربون فلها ذلك، حتى نتفتح نهائيا
على عالم العلم. الحمد لله والشكر لله أن بعد ما حرمنا من التعليم لمدة قرن وثلاثين سنة أيام الاستعمار، اليوم أصبح الدخول المدرسي في الجزائر، دخول مدرسي حالي 2021-2022 كان الدخول المدرسي بعدد 12 مليون تلميذ بين الابتدائي حتى البكالوريا. ولما نجمع طلبة التعليم العالي مع طلبة التعليم المدرسي نجد أن العدد ضخم وضخم جدا، يقارب 15 مليون هم اليوم في المدارس في الثانويات وفي الجامعات، وهذا يساوي 30% من سكان الجزائر. اليوم 30% من سكان الجزائر هم في التعليم في طور أو آخر وعلى عاتق الدولة الجزائرية، لأن من بداية الاستقلال كان التعليم ولا زال التعليم عندنا في كل مستويات التعليم مجاني، حتى نسمح لكل الجزائريات والجزائريين باش يستفادوا من التعليم بدون فوارق مادية أو فوارق طبقية. مرة أخرى شاكر لكم كثير هذا الشرف الذي منحتموه لي بالدكتورة الشرفية. نتمنى إن شاء الله هذه تضاف إلى العلاقات المكثفة والطيبة بين البلدين الشقيقين جمهورية تركيا وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية. ووفقكم الله ووفقنا إياكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.